صباح جديد وروائع البرد تتخلل من بين الأبواب. جلست على متجعي أفكر، لا أعلم في ماذا أفكر تحديدا. لم أستفق بعد، نهضت وخلعت ملابسي ووقفت تحت الماء البارد. ربما يجمد أفكاري كل تلك البرودة، لا أريدها أن تزول من جسدي. لن أرتدي ملابسي الآن. صنعت فنجان قهوة الأول وعدت إلى مضجعي أمام الشرفة الباهتة التي تحيطها الظلمة. أشعلت سيجارة الأخرى وأفكاري لم تتجمد بعد. صوت المطر الصقيع الذي يتخلل جسدي العاري. فنجان قهوتي كاد أن يتجمد. أفكر، ماذا دهاني؟ لماذا أصبحت وكأن كل شيء يحدث جميلا حولي وأنتظره منذ سنوات مجرد حلم؟ حتما سأستيقظ منه قريبا وأصارع حتى لا أستيقظ. شكوكي تقتلني وأفكار شيطانية تمر على عقلي. أريد أن أفعلها حتى لا أستيقظ. عادت جميلتي التي لم تفارق تفكيري منذ سنوات طوال، عادت بعطرها ومذاق حضورها الخاص. ما زالت تثير جنوني وما زلت أعشق كل تفاصيلها، لكن لا أعلم ما يدور بداخلي. شيء لا أريد أن أصدقه. أتعلمون ما يفعل الجاثوم في منامنا؟ كهذا شيء يتراقص أمامي ويثير غيظي بلسانه ويقترب ليهمس في أذني. ستختفي مجددا. شخص ما سيسرقها مجددا. لن أدع قلبك يهدى على الإطلاق. فيثار قلبي وترتعش يداي شكا وقلقا وغيرة. أهاب أن أفقد أعصابي التي طالما شهرت بالتحكم فيها. أتماسك حتى لا أفعل ما لم أكن أتوقع وما لم يتوقعه أحد. شيء كالرمال اللين انتشر في فمي. فاستيقظت من رحلة عقلي القاتلة، فوجدت قهوتي نفذت وأحتسي القاع. يكفيني هذا الصقيع، يكفيني هذا القدر من دوافع المرض. لقاء بعد سنوات. استلقيت على المضجع وذراعي يلتف حول عنقها وكأني أتشبث بطفلتي الصغيرة. دائما ما كنت أراها طفلتي وأهاديها البالونات المحببة إلى قلبها. حينها أرى ذلك البريق الذي أعشقه في عينيها، بريق يسحر قلبي. أنا أعلم أن لا أحد يرى ذلك البريق غيري، وكأنني أنا صانعه وأنا طاقته الجاذبة. نهضت فجأة وأمسكت بمتكئي وجلست على المقعد المجاور للمضجع. فنظرت لي بدهشة وقالت، ماذا بك؟ ماذا حدث؟ فتنهدت تنهيدتي التي لا يأتي بعدها شيء صار وقلت، انهضي وأتيني بالكرافات واجلسي أمامي على الأرض. أرى ذلك التوتر الذي أدمنت رؤيته على جسدها. فأخذت نفسا عميق فأتتني بما طلبت منها وجلست على الأرض أمامي. لوحة فنية ومتاع عيني، شيء نادر الوجود. لم تمر علي امرأة مثلها على الإطلاق. فأخذت الكرافات وقلت لها، مدي إلي يديك متماسكتان. فأجابت بالكلمة التي تكبل الذئب بداخلي، حسنا سيدي. فأخذت بتكبيل يداها وعدت إلى الخلف لأريح ظهري. أنظر إليها بتأمل وكأنني أراها لأول مرة. دائما ما أشعر أنني لأول مرة أراها. كيف لك أن تبتعدي عني كل تلك الفترة؟ نظرت لي في صمت فصمت قليلا، ثم اقتربت إليها وقلت مجددا، كيف أتتك الجرأة؟
ألم تعلمي حقا أن شيئا ما حينها تم انتزاعه من صدري ولا أعلم ما هو وكيف أعيده؟ فأجابت: أنت تعلم ما حدث، وكلانا أرواحنا انتزعت. قلت: لا أرى أي مبرر واضح يريحني. قالت: لم يكن بيدي، فقاطعتها وقلت كل ما أتذكره هو رحيلك وشك الذي كاد أن يقتلني. كل ما كنت أتيقنه هو رحيلك لشخص آخر، ربما شكي مرض وربما يقين. فقالت: كيف لك أن تظن بي ذلك الظن القبيح؟ فرجعت الخلف مجددا أتنهد وأقول: لأنني مجنون، والذي أراه معك من وحي خيالي. فقالت: أعلم أنك مجنون وأعشق ذلك الجنان، لكن كيف توصلت لتلك الأفكار الساذجة؟ جننت بك، رشفة من فنجان قهوتي على مكتب قديم أمامي، شرفة وحاسب آلي منذ الأزل. تفتح أمامي تلك النوافذ المنبثقة لشيء فاسد يسمى تشات. كيف حالك يا سلمى؟ قالت: بخير، كيف حالك أنت؟ أريد أن أراك، ما الموعد المناسب؟ قالت: لا أعلم، فأنا الآن في العمل. فقلت: أنت حمقاء اللعينة. قاطعني طنين جرس الباب، فنهضت لأفتح، فتعثرت وانقلب ما تبقى من قهوة في فنجاني، فسببت ولعنت واتجهت نحو الباب. مرحبا سمير، كيف حالك؟ قم بالدخول وألق الباب وراءك. قاطعني صديقي: انتظر، أنا لست وحدي. فقلت: من معك؟ معي خطيبتي. فقلت: ولماذا أتيت بها لهنا؟ أجننت؟ قال: اخفض صوتك يا أحمق، سوف تسمعنا. فقلت: حسنا حسنا، ادخل. ارتفعت أصوات الخطوات في منزلي، ليس لأقدام صوت، لأنني خفيف الوزن، وحينها كنت نحيفا، شعري مجعد، وارتدي بنطالا واسعا لونه بني فاتح. صوت أقدام صديقي وصوت أقدام ناعمة تخطو على مهل. جلس أمام مكتبي الغير منظم وأحاول تنظيمه في لمح البصر، وألقي أوراقا خلف مقعدي. حسنا، كيف حالكما؟ ينظران إلى بعضهما ونصف ابتسامة على وجهه وهي تنظر إلى الأرض. قال: بخير، ماذا عنك؟ فقلت: أنا بخير. لم تقل لي ما اسم خطيبتك أيها الندل. فقال اسمها. فقاطعته: يا إلهي، لقد نسيت أن أقدم لكم شيئا، وعذرا، لا يوجد هنا غير القهوة. فقالت هي بسعادة: أنا أعشقها. فقلت: ماذا عنك يا سمير، ألا تعشقها أنت أيضا؟ يعلم تلك النظرة الخبيثة مني. فقال: لم أعشقها بعد. إذن فسأحضر اثنين كوبا من القهوة وكوب ماء. فعلت ضحكاتهم. اتجهت إلى المطبخ، لا أعلم لماذا خطواتي أصبحت ثقيلة، لا أعلم لماذا أصابعي أصبحت كقطع الثلج، ربما لم أتناول فطوري بعد. وضعت القهوة على النار الهادئة وتناولت شيئا صغيرا من الثلاجة. وقفت أنظر للقهوة حتى تنضج، شارد الذهن، لا أعلم في ماذا. هناك رائحة عطرة تحلق مع النسيم القادم من شرفتي، رائحة خفيفة لكنها رائعة ثقيلة في ميزان حاسة الشم. يا إلهي، لقد نسيت أن أسألها كيف تحب السكر في قهوتها، وصنعتها كما أشربها أنا. نضجت القهوة فحملتها ووضعتها على المكتب أمامهم، وقلت لها: لقد نسيت أن أسألك كيف تحبين السكر، وصنعتها مثلما أصنعها، كيف تحبيها حتى أصنع لك أخرى؟ قالت: مظبوط. وقفت متجمدا للحظات لا أعلم مداني. هناك خطب ما غير معروف. ماذا دهاك؟ أغرقت في النوم وأنت واقفا؟ فقلت: لا يا صديق، عذرا، فتذكرت شيء ما. على أي حال، القهوة كما تحبيها؟ مظبوط. نظرت إلي نظرة غير اعتيادية،
أشعر أنني في منتصف حافلتين تصادمتا ببعضهم البعض. شيء ما غير سوي يحدث. هاتف صديقي يرن، فأخذ هاتفه وذهب بخارج المكتب. وعندما عاد قلت: ماذا حدث يا سمير؟ فقال: هناك خطب ما في العمل، علي أن أرحل الآن. فقلت: أهناك مشكلة؟ قال: شيء مثل هذا، سأترككم الآن تحتسوا القهوة حتى أعود، لن أتأخر. فقالت: سأذهب معك. قال: لن أتأخر. فقلت له في أذنه: كيف لك أيها الأحمق أن تتركنا سويا بمفردنا؟ فرأيت حاسبا آليا عطب يقول بالتكرار: لن أتأخر، لن أتأخر. فقلت: حسنا، ما رأيك أن نجلس في الشرفة قليلا؟ فقالت: حسنا، أنا سأخذ القهوة. دخلنا إلى الشرفة، شعرت ببرودة الجو رغم اعتداله، هناك نسيم رائع يخطف الأنفاس. جلسنا على مقعدين وجها لوجه، أرى فيها الخجل وهو أمر طبيعي، أرى أصابعها تتشابك معا من التوتر، فأحاول أن أبعد عنها ذلك الشعور الغير مريح. أنت بخير؟ قالت: نعم أنا بخير. عذرا لم أسألك كيف تحتسين قهوتك، فصنعتها مثل ما أحتسيها أنا. لا عليك، لكن قل لي، هذه قهوة من نوع خاص؟ قلت: لماذا، ألم تعجبك؟ قالت: على العكس، أعتقد أنني لم أحتسي قهوة بتلك الروعة من قبل. من أين تأتي بها؟ فصمت قليلا. أتي بها من المتجر الاعتيادي، هي قهوة عادية. وحاولت مرحا، لكن المهم يد الصانع. ابتسمت ابتسامة خفيفة، شعرها يتطاير على أكتافها، عيناها تضيق مع النسيم الذي ثار فجأة. لا أعلم من أين أتيت بحق النظر في عينيها تلك النظرات، عيناها تشيع نورا، وكأن الله أتى بنجمتين من السماء ووضعهما في أعينها، ناعمة كطياط الحرير، هادئة كالليل الذي عشقه. شفتاها صغيرتين مرسومتين كأوراق الشجر، كيف لهذا أن يتركها للحظة؟ كيف يجرؤ؟ طنين الهاتف المزعج أفاقني، ويبدو أن هذا أفضل. إنها سلمى، ماذا تريدين الآن؟ قالت: ماذا تفعل؟ قلت: لا شيء، أنا بصحبة ضيوفي. قالت: ومن هم ضيوفك؟ قلت: سمير وخطيبته. قالت: وكيف له أن يأتي بامرأة إليك؟ فقلت: إنها خطيبته، ليست كما تظنين يا حمقاء. قالت: ترهات، كيف له؟ أغلقت الهاتف. حمقاء، عندما أريدها لا أجدها، وعندما أنساها تهبط إلي من السماء كالصاعقة. قال بصوت خافت: أهناك مشكلة؟ فقلت: لا، ليس بالأمر الهام. فقالت: أتحب؟ فصمت قليلا ونهضت على جدار الشرفة، وذلك الثقل يزداد في قدمي شيء فشيء. قلت: شيء من هذا القبيل. حينها لم أكن أعلم أنني لم أعلم حقا معنى العاطفة والحب، الكلمتان اللتان يتلاعبون بها بني آدم على بعضهم البعض طوال الوقت. لم أكن أعلم أن هذه الكلمة لابد وأن تكون محرمة إلا على الذين يستحقوها حقا. لم أكن أعلم، ولا أنتم تعلمون، أن الحب بمثابة زهرة وقطرة مطر. قالت: ولماذا أنتم في علاقة إذن؟ فقلت: لأنني وعدتها أن لا أتلاعب بها، وسأتقدم لها عندما أخرج من المستشفى. فقالت منزعجة: أي مشفى هذه؟ أهناك خطب ما؟ تنهدت صعداء ورفعت قدما واحدة عن الأرض حتى تستريح من ذلك الوقوف، ثم أنزلتها وجلست أمامها مرة أخرى وابتسمت. فقالت: عذرا إن كنت متبجحة، لكن هل هناك خطب ما في قدمك؟ فومئت برأسي: أي نعم. فقالت: هل لي أن أسأل عن التفاصيل؟ سرحت مرة أخرى في شعرها الذي يتطاير لا أعلم كيف. لا أعلم كيف رأيت كأن فراشات تحوم على رأسها، وتخيلت تاجا فوقها من الياسمين، وكيف سمحت لي نفسي أن أتخيلها ترتدي طوقا يشبه طوق الامتلاك. قلت: لا عليك،
مجرد عملية جراحية بسيطة وكل شيء سيكون على ما يرام. طنين جرس الباب. إنه سمير. قالت: لماذا تأخرت؟ صدق لا أعلم سوى أن ما مر على جلستنا كان دقيقة واحدة. كيف أصدم الآن أن الوقت كان ساعة ونصف؟ قال سمير: هيا لنرحل. عذرا يا صديقي وشكرا على ذلك الوقت. لم أستطع الرد سوى بابتسامة باردة. هم راحلون ورأيت عيناها تنظر إلي نظرة في أقل من نصف ثانية وقالت وداعا. جننت بك ولم أستطع إصابتك بالجنون. أغلقت حاسبي ولملمت أوراقي المبعثرة. وقفت تحت الماء مغمض العينين. ما زادهاني، كل شيء يتقلب للأسوأ. ضميري يؤنبني لنظرتي لتلك الفاتنة. لا أستطيع التفكير. سلمى أصبحت هم حياتي الأكبر. لا أعلم حقا إن كانت تحبني أم هي كاذبة، ولا أنا أعلم إن كنت حقا أحبها أم يهيأ لي. قد معي صحقا، لقد سئمت. لابد أن أتكي على متكأ كما نصحني الطبيب، ويكفي عناد. سلمى، أنت تعلمين بأنني أحبك، وقلت لك من قبل أريد أن أقابل والدك لنتحدث في أمورنا. لا أعلم لماذا ترفضين وتقولين ليس الآن. قالت: أنت تعشق الصراحة وأنا أعلم، لذا سأقول لك أمرا. قلت: أستمع. قالت: في الحقيقة كان هناك يوم ما شخص طلب الزواج مني ووالدي رفض. قلت: وما شأني بتلك القصة؟ قالت: إنه كان يتكي على متكئ مثلك ولهذا تم رفضه، لكني أعلم أنك ستجري جراحاتك وستكون بخير، أليس كذلك؟ قلت: أتمنى ذلك. رنين الهاتف مرة أخرى. لقد سئمت. مرحبا، أهذا أنت يا سمير؟ ظننت أنك شخص آخر. كيف حالك؟ قال: بخير. ما رأيك في عشاء الليلة؟ قلت: أين ومن سيحضر؟ قال: فقط أنا وخطيبتي وأنت. رأيت أنها تحتاج للخروج، لكني لم أستطع تشجيعها بالقدر الكافي. قلت: حسنا، نلتقي الليلة. ووافقته بكل تلك السهولة. لا أعلم إلى أين سيذهب ولا في أي ساعة بالتحديد، فقد رأيت أن هناك شيء صار سأنظر إليه. يلقي ما أحمله عن أكتافي بعيدا. صفعتها وصرخت في وجهها: لماذا رحلت؟ تقابلنا في تلك الليلة بعدما أجريت اتصال مع سمير. لا أعرف بقية التفاصيل المفقودة. عند دخولي عليهما في ذلك المكان رأيته كالأحمق ممسك بهاتفه مجهولا وهي تنظر من النافذة الزجاجية التي تطل على روائع قطرات المطر. صوت متكئ المميز يملأ أرجاء المكان ويقطع الصمت. أين أنت يا سمير؟ ماذا تفعل في تلك الجلسة؟ قال: لا شيء، أتفقد رسائلي. نظرت له وصمت والتفت لها: كيف حالك؟ قالت: بخير، ماذا عنك؟ قلت: أيوجد خطب ما بينكما؟ قالت: كما ترى. لا شيء. قلت: يا سمير، أفق، هل تناولتم الطعام بدوني؟ قال: لا، نحن ننتظرك. ليس لي علاقة بشؤونهما معا. وضع الطعام أمامنا، شرائح الدجاج والمعكرونة. صمت تام على تلك الطاولة، نظرات متبادلة. ربما بالنسبة لهم هي جلسة مملة ويملأها الظلام، أما بالنسبة لي فهي شيء آخر. قال سمير: ما أحوالك مع حبيبتك؟ فومئت برأسي: أي على ما يرام. قال: وكيف حال قدميك الآن؟ لا أعلم لماذا شعرت بتلك النبرة الغريبة، نبرة السخرية. قلت: على ما يرام، قريبا سأدخل المشفى. كانت تنظر إليه نظرة ثاقبة، من الواضح أن عقله منشغل بهذا الهاتف اللعين. لكن على أي حال؟ قلت: حسنا، علي أن أذهب الآن. قال: ما بك؟ لماذا أنت على عجل؟ قلت: فقط هناك أمور يجب أن أنهيها. كانت تنظر إلي في صمت، عيناها طارة في عيني وطارة في النافذة حيث يتساقط المطر بشدة. هنا لوحة فنية اكتملت، هي والمطر. أصابعي تلتف على عنقها هامسا. ادمنيني،
صعدت على درج المنزل بروية، ربما لأن الألم في ازدياد مستمر، وربما من كثرة تفكيري في أشياء مبعثرة مقتطفات ليس لها معنى. فتحت باب المنزل وقمت بالدخول ثم أغلقته. لا أعلم لماذا ينتابني شعور بالإشمئزاز. اشتهيت فنجان قهوة، فالقهوة التي أصنعها في المنزل وأحتسيها في هدوء بعيدا عن صراخ وصراع البشر لها لذة خاصة فريدة. دخلت المطبخ وشعلت النار ووضعت على قهوتي ذرتين من السكر كما أحب. دائما ما يقولون لي: ما الذي تفعله؟ لماذا ذرتين؟ لا تضع سكر أفضل، هذا لا يعادل شيء. لا يعلمون أن ذرتين السكر يعطون للقهوة مذاق. ذرتان صعب رؤيتهم بالعين يغيرون فنجانا بأكمله. ذرتان يزيدان المرارة إدمانا. ألو، صباح الخير، أما زلت نائم؟ رنين الهاتف اللعين في الصباح يقظني من حلم جميل. دخلت لتلك المقهى التي أعشقها وليس لها وجود في الواقع. ناديت النادل: أريد قهوة. جلست على طاولة بيضاء مستديرة أنتظر قهوتي والمكان هادئ بشدة. فجأة رأيت يدا نحيفة شديدة النعومة، أكاد أن أرى فيها وجهي من شدة نعومتها، تضع قهوتي على الطاولة. نظرت لعينيها ويا إلهي ماذا أرى؟ عيناها تشبه أعين أعرفها تماما، لكن عين بلون بني كلون قهوتي والأخرى بلون أزرق كالسماء. وضعت قهوتي وجلست أمامي تنظر لي تلك النظرة التي طالما أبحث عنها في النساء ولم أجدها على الإطلاق. نظرة تمحي البشرية من حولها ولا ترى شيئا سواي. ها أنا شمشون، الرجل الوحيد على الأرض. نهضت ومالت على أذني وقالت: سأنتظرك بالخارج بعد أن أنهي عملي. التقينا فجأة، تلك الفجوات الزمنية التي بأحلامنا، طارة في الأرض وطار في السماء. كيف حالك؟ لم أنطق بكلمة، لا أستطيع. وعندما تحدثنا لم أتذكر سوى الكلمات الأخيرة: دعيني أقودك لمنزلك. قالت: لا، اذهب أنت فأنا طريقي سيطول. فمشيت في طريق كنت أعيش بمنزل فيه من قبل. عندما وصلت لباب المبنى التفت لجانبي فرأيتها، لا أعلم كيف ومتى. قلت لها: كيف أتيت خلفي؟ فاقتربت لي وهمست في أذني: لن تمشي بطريقة من اليوم إلا وكنت معك. نعم أيتها المزعجة، ما زلت نائم. قالت سلمى: متى ستبري جراحتك؟ لقد أصبت بالإحباط. قلت: اسمعي، لقد سئمت من هذا السؤال وسئمت منك. إن أردت الرحيل فارحلي، لن أتمسك بك. أغلقت الهاتف محاولا أن أغرق في النوم مرة أخرى وأعيد ذلك الحلم الرائع. لم أستطع. طفح الكيل يا سلمى. نهضت وصنعت قهوتي وجلست أتذكر ذلك الحلم. هذا الشعور ليس بغريب عني. رنين الهاتف. ألو، نعم، صباح الخير، هناك حجز لعملية جراحية باسمك صحيح؟ شعرت بوغزة في قلبي للحظة. نعم صحيح. قال: حسنا، عليك أن تأتي غدا صباحا لنجري بعض الفحوصات. على الرغم أنني أنتظر ذلك الميعاد وبشدة، لكن لا أعلم لماذا لا أشعر بالراحة. لففت شعرها الذي أعشق رائحته على يدي. لقد غرمت. سمعت طرقا خفيفا على الباب فنهضت ممسكا متكئي واتجهت نحو الباب. كنت طليق الذقن الغير منظمة وغير مهندم وكأنني أعيش في كهف. أمسكت بالمقبض التالف ورددت في نفسي: أريد بعض من الشحم لهذا العين. فتحت الباب، الرياح لطمتني على وجهي. أخذت شهيقا لأدخل رياح الشتاء التي أعشقها إلى صدري. مر على حواسي عطر لم أنساه، عطر أعشقه ولا أدري حتى ما اسمه، فقط أسميته هي. كل تلك الأحداث في أقل من الثانية. فتحت عيني، تأكدت أن حاسة الشم ما زالت تعمل بكفء. إنها هي ترتدي فستانا أزرق
يشبه الحرير كأنه مصمم على جسدها بكل انحناءاته، يلتحف جسدها وكأنه قطعة منه، كأنه بعض من الزبد دهن بعناية على قطع من البسكويت. شعرها ينسدل من الأمام كأنني أشاهد شلالا من ماء الذهب ينسدل في بحيرة زرقاء في النعيم، وتغطي مؤخرة رأسها بوشاحا أراها بعيني يطير سعادة لحمايتها من المطر. إنها هي خطيبة سمير. قالت: ألم تدعني أدخل؟ قلت: وكيف لذلك؟ تفضلي. أغلقت الباب وهي واقفة في منتصف الطرقة متعثرة تنتظر أن أقول لها أين تجلس. ما رأيك لنجلس في المكتب؟ قالت: حسنا. جلست أمامي ضامة ساقيها وتضع عليهما يداها وتتشابك أصابعها في توتر. شاح ناظرها على أريكة صغيرة فوجدت صوت وأشياء غريبة، فنظرت لها فحاولت النهوض وتغطية ما على الأريكة من أشياء وقلت: أنت بخير؟ أين سمير؟ قالت: أنا بخير. هو لم يعلم أنني أتيت إليك لكن جئت لأطمئن عليك. نظرت للأسفل وكاد الحزن أن ينطق من وجهي. قلت: أقدر ذلك، أنك تذكرتيني. قالت: كان علي أن أسأل عنك منذ فترة لكن سامحني، لم أكن أعلم أنك أجريت جراحتك. فقلت: جراحتي؟ ومن أبلغك بهذا؟ قالت: سمير قال لي ذلك بالأمس. قلت: سمير؟ لم أكن أعلم أنه على علم بدخول المشفى. قالت: كيف؟ قلت: منذ العام الماضي حينما كنت في المستشفى لم أره، لم أعلم عنه شيء ولم يرد على هاتفه. قالت: أيعقل هذا؟ قلت: نعم يعقل. قالت: لماذا أراك ما زلت تمسك بمتكأك؟ قلت: أنا لم أجري جراحتي. قالت: لماذا؟ قلت: الفحوصات قالت أنني أحتاج للمزيد من الأشياء ولم أكن أملك المال الكافي، فهذا ما قمت باختياره متكئي ليلازمني طيلة حياتي. نظرت لأسفل أرت الدهشة في عينيها فقلت: حسنا، أتريدين القهوة؟ قالت: بالتأكيد. دخلت إلى المطبخ لأصنع قهوتنا، سمعت همسا خافت عن دون قصد، سمعتها تقول: لماذا تركته وحيدا ولماذا لم تخبرني حينها؟ أعلم منذ البداية بأنه هو الذي أرسلها لتطمئن علي، أعلم بأنه يخجل من نفسه ولا يستطيع مهاتفتي. حتى في تلك الفترة التي مررت بها أصبحت أستطيع أن أقيم البشر، أصبحت أعلم في ماذا يفكرون وما هي حقيقتهم. العثرات والصعوبات التي نمر عليها في حياتنا ربما البعض يظن أنها لعنة وأنها كرها من الخالق لنا، لكن القليل يعلم أن كل الصعوبات والتعثرات التي نمر عليها توقظ بداخلنا أشياء قد اندثرت في بني البشر، تومد في أعيننا بريق هائل يجعلنا نرى أشياء لم نكن نراها من قبل، لكن هي ليست مثل الجميع، لم أشعر بها كبني آدم قط. لست كسابق عهدي، كيف لي أن أحمل الفناجين وفي نفس اللحظة أتمسك بمتكئي؟ فناديت عليها، قلت: يا ما هذا؟ أنا لم أعلم حتى اسمها إلى الآن، فبماذا أناديها؟ فما مر على عقلي تلك اللحظة هو أن أناديها يا ذات الرداء الأزرق، لا توجد امرأة ترتدي فستانا هنا غيرها، ولا شيء يحمل اللون الأزرق غيرها. فرأيتها قادمة من الغرفة، تمعنت وتاه عقلي في خطواتها الرشيقة الهادئة. قالت: أتناديني؟ قلت: نعم، أريدك أن تحملي القهوة لأنني لا أملك أربعة أزرع لأحملها وأتزلج بمتكئي. ابتسمت ابتسامة واسعة أصابتني بالجمود مجددا، صفعتها بقوة ومررت إبهامي على شفاها، اشتقت إليهم بقوة. قالت: أنسيت اسمي؟ فقلت: أنا لم أعرف اسمك مطلقا. قالت: حسنا اسمي. قاطعتها قائلا: فقط دعيني أناديك بذات الرداء الأزرق. أرى في عيناها الارتباك والخجل، وفجأة قالت هاربة من الوضع: كيف حال سلمى؟ سألت وفي عيناها التعجب. على غير العادة هاتفي لم ينطق، فقلت: صحقا تلك أخبار قديمة. قالت: كيف؟ قلت: أطلقت سراحها منذ عام. قالت:
أتعني الانفصال؟ قلت نعم. بدأ باتخاذ جانبا مظلم، محاولة الابتعاد بعد خروجي كالمهزومة في الحرب من المشفى، فأطلقت صراحيها وكأن حملا ثقيلا قد انتهى. قالت فهم، أنت تستحق أفضل من ذلك. ابتسمت بنصف وجه ممررا رشفة من فنجاني في فمي وقلت ألم تحتسي قهوتك؟ فحملت فنجانها بأصابعها كقطع من الحلوى تلتحف الفنجان، أطرافها مطلية بالشوكولاتة الفاخرة اللامعة على يد فنان مبدع. قالت علي أن أذهب، لقد مر الوقت سريعا وسمير سيصيبه القلق. قلت قلق؟ قلق من ماذا؟ قالت من تأخيري لتلك المدة. فقلت كيف يقلق وهو يعلم وجودك هنا؟ قلت ذلك وشعرت وكأنني أرى وجهي في المرآة، نظرة ثاقبة للأعلى، حاجبان متداخلان، ابتسامة جانبية مستهزئة. أرى وجهي دون وسيلة، أرى ذئبا. شعرت بالخوف يتخلل قلبها، سمعت ضربات قلبها تصرخ. فقالت علي أن أذهب. استلقيت على متجعي، أتمعن في جدران الغرفة. ماذا فعلت؟ كيف تحولت فجأة؟ تلك الأفكار تتصارع في عقلي وزاد الأمر صعوبة. قلقي على غضبها مني، هدوء تام. لم يعد هاتفي يرن، لم يعد يدعوني أحد للخروج كالسابق. أقصيت من عملي وكأنني أصبحت منبوذا في المجتمع، غرقت في نومي دون أي سابق إنذار. تلك المرأة شديدة النعومة، أحيانا تكون ذو شعر أحمر وأحيانا يكون أسود سواد شديد، وأحيانا أشقر لم أرى ملامحها جيدا. أكثر شخص أشعرني بالسعادة في حياتي كلها، نعم إنها في حلمي فقط، تأتيني من الحين للآخر، لكني حين ألامس يدها فقط أستيقظ في سعادة ليس لها آخر. وإن وصفتها وأحضرت جميع شعراء العالم يوصفوها، لن يستطيع وصف روع جمال أنوثتها الطاغية، روحها الطاهرة، صوتها الذي يهز أوتار جسدي. نعم عندما تأتيني أؤمن بأن الجنة تكون أحيانا على الأرض، تنتشني من أحزاني، تربت على أكتافي، ليس للاستعطاف، لكني أشعر أنها تقول لي أنا هنا وسأبقى هنا معك وحدك، أنت عالمي الصغير لا أرى غيرك. أما أنا فأريد أن أنام باقي ما تبقى من عمري لأعيش معها هي فقط، فأحلامي هي حياتي التي أريدها، لن تمشي في طريق مجددا من دوني. تخللت أصابعي في فمها ممسكا لسانها بأطراف أصابعي، لماذا وعدتيني بما لن تستطيعي فعله؟ استيقظت على صوت المطر في الساعة الثانية صباحا كعادتي، فأنا لا أعشق سوى أن أستيقظ أرى الليل ولا وجود للبشر. استيقظت على طاقة غريبة، غريبة عني، راحة تامة تتخلل بين عروقي، ليس هناك غير شيء واحد في عقلي، من تأتيني في حلمي؟ هل هذه بشر أم هي امرأة من الجان؟ ربما تكون روح، لكن لمن هي؟ هناك شيء ما يريحني لا أعلم عنه شيء ولا أريد التفكير بكثرة. نهضت من على مضجعي وامتطيت متكئي. هذا الجماد لا يحزنني على الإطلاق، ولا أشعر بذلك الحزن الذي ربما يظن البعض أنه يملأني. يظنون أنني أشعر بالخجل أمام الناس وأنا أتكئ عليه، عقولهم لن تكون بمثابة ذرة في تفكيري. في الحقيقة ما أشعر به الآن أن هذا الجماد هو وسام شرف توجت به على الأرض. لقد تعلمت الكثير في السنوات الماضية، وأول ما تعلمته هو احترامي لذلك الجماد الصامد. انظر حولك، ماذا ترى؟ الجميع ليسوا هنا الآن، لم يعد أحدا هنا، لا يوجد سوى هذا الشيء طيلة الوقت. 24/7 كما أحببت أن أطلق على مصطلح طيلة الوقت، هذا الشيء الذي أظهر لي حقائق عدة. إن عشت عمري كله لن أعلم عنها شيء، وهذا الشيء أتاني بكل هذا بين يدي.
فكيف لي أن أشعر بالخجل؟ بل أنا فارس يمتطي فرسا معدني. وتبا للجميع، وضعت قهوتي على النار وفرشت أسناني وغسلت وجهي، أخذت قهوتي وجلست وأشعلت سيجارة أستمتع بشعور تخلل الكافيين والنيكوتين في دمي. مرت على عقلي، تذكرت ذات الرداء الأزرق دون أي سبب واضح، صورتها ثابتة في عقلي. مر عام على آخر لقاء بيننا، تمنيت وقت اللقاء إن كان الأمر مختلفا، تمنيت إن كان حينها أتت اشتياقا. نظرت للهاتف، كأن شيء ما حدث داخل عقلي، هناك اتصال مسبق حدث في رأسي، اتصالا أخبرني أن أنظر للهاتف الذي سيدق الآن. وقتما أنظر إليه، هذا الرقم لا أعرفه، غريب، لم أرى الهاتف يدق منذ فترة. ألو؟ قالت كيف حالك؟ قلت بخير، من أنت؟ قالت ألم تميز صوتي؟ هذا الصوت وتلك النبرة، النبرة الرزينة الخافتة، ليست غريبة عني، هي نبرة واحدة تتلاعب في نبضاتي، هي ذات الرداء الأزرق. ابتسمت وأنا أنفخ دخان سيجارتي وقلت هذا ما شعرت به، أنا لم أسجل رقمك من قبل. قالت أريد أن أحتسي القهوة التي تصنعها. صمت قليلا لا أعلم ما سأقول، فقلت بالطبع أنا أنتظرك. قالت حسنا، ربتت على ساقي، أي سأختنق، افلت يداك عن فمي، هذه قاعدة علمتها لها، حينما تشعرين أنني سأفقد عقلي أفيقيني. وضعت وجهها بين كفوفي ونظرت في أعينها لأطمئن عليها. في السابعة صباحا سمعت طرق الباب، فهممت لأفتح، بابتسامة على وجهي تقف أمامي وعيناها لامعة، ما زالت ترتدي هذا الفستان الذي عشقته، عطرها أعاد إلي روحي، لم أرها منذ عام، هي كما هي بل زادت جمالا، لكن عيناها بهما ظل معدم، ليس له وجود بشكل مادي، لكن أنا أراه، هذا حزن أعرف عنه جيدا. قلت تفضلي. دخلت ببطء إلى الغرفة، هي تعرف إلى أين تذهب. قلت سأصنع القهوة وأناديك. قالت سأتي معك. وقفت بجانبي وأنا أصنع القهوة قائلة أريد أن أعرف سر قهوتك، أتضع بها تعويذة ما؟ علت ضحكاتي وقلت نعم، تعويذاتي الخاصة. ضحكت معي وقالت لديك ضحكة مرعبة. فدون أن أشعر أخفضت النار على القهوة، جعلتها كشعلة شمعة شارفت على الانطفاء، أريدها أن تقف بجانبي لفترة أطول. كلما نظرت على صانعة القهوة التركية أو الكنكة، كأنني أشعر بعيناها تتأملني، كيف أرى بجانب وجهي؟ لم أرى بالمعنى الحرفي، لكن أقسم أن عيناها تشع نور دافئ. كلما نظرت إلي أشعر بالدفء أينما ألقت عيناها. أبتسم بنصف وجهي الآخر بعيدا عن ناظرها. بعد صمت طال قلت ماذا بك؟ قالت لا شيء، فقط أردت أن أحتسي من قهوتك، هل أزعجك؟ قلت بالطبع لا، لكن ما الذي ذكرك به؟ وكيف عثرت على رقمي؟ ظننت أنني قد نسيت. قالت أنا لم أنساك. نظرت مندهشا إليها، عيناها تتلألأ بالدموع والارتباك في آن واحد. قالت أخذت هاتفك من سمير. ابتسمت ساخرا معيد نظري على القهوة، كادت أن تنضج. قلت أما زال محتفظ بهاتفي؟ قالت انظر، أعلم أنك حزينا من أشياء كثيرة وأولهم سمير، لكن هو قاطعتها، هو الذي أرسلك. قالت لا، حقيقة الأمر لم أصدق نفيها. فصمت وصببت القهوة في الفناجين ووضعتهم باتجاهها قبل أن أقول لها أيمكنك حملهم للداخل؟ حملتهم في صمت هي الأخرى واتجهت للغرفة، وضعت القهوة على الطاولة وجلسنا. لكن تلك المرة وجدتها تجلس على الأريكة دون أي نقاش، تلك الأريكة التي تتبعثر عليها أدواتي، أدوات مزاجيتي، كرباج وأصفاد وشمع وأحبال. تجاهلت هذا وقمت بسحب كرسي وجلست بالمقابل. قالت
أعلم أنك لا تصدقني، لكني طفحت الكيل. قلت: من ماذا؟ قالت: عقدنا اتفاقا أن نفترق بشكل مؤقت. الفترة الأخيرة لم تكن على ما يرام فيما بيننا. قلت: ماذا؟ لفظت تلك الكلمة بدهشة وعلامات استفهام تتطاير حول حاجبي. خفق قلبي خفقة لا أدري إن كانت سعادة أم صدمة. في بضع أجزاء من الثانية تدور أحداث في عقلي. هي أصبحت حرة، هي تجلس أمامي ولا شيء يربطها بالخارج. هي كزهرة قطفت وتسبح في الهواء. قلت: متى وكيف؟ قالت: منذ شهر تقريبا. هل يمكننا التحدث في شيء آخر؟ قلت: نعم بالتأكيد، لكن كما تقولين افترقت منذ شهر، فكيف أتيت بهاتفي؟ قالت: دونته من هاتفه بعد أول يوم التقينا فيه. قلت: ولماذا تذكرتيني الآن تحديدا؟ قالت: الشتاء. قلت: ماذا عنه؟ قالت: الشتاء يذكرني بك. أشعر بخفقان قلبي وما زاد التينابل تأثير الكافيين. فضربات قلبي تظهر بوضوح على صدري. أرى نظراتها حائرة في كل ركن في الغرفة، وهناك شيء غير مألوف بها، وهو أنها ليست متوترة بشدة كعادتها. أشعلت سيجارة وما زلت لا أعرف بماذا أجيب، وحملت فنجاني لأرتشف منه رشفة. نهضت عن الأريكة وهي تنظر لي مبتسمة. أعلم ماذا تقول عيناها. اتجهت ببطء إلى الشرفة، الشرفة التي التقينا فيها أول مرة. وقفت مغمضة العينين تأخذ أنفاسا عميقة، وكأنها لأول مرة تتنفس. الرياح تتخلل بين شعرها وتجسد فستانها الأزرق على جسدها من الأمام، وتجعله يتراقص من الخلف كما أراها دائما. لوحة فنية. المطر ينسدل على جبينها فيزيدها ضيا، والرياح تحتضنها وتعشقها كما أنا. وقفت بجانبها، كلانا ينظر إلى المطر. قالت: أريد أن أعتذر لك لأنني لم أستطيع التحدث معك تلك الفترة. قلت: الآن أنت هنا. نظرت إلي وعيناها تغرغر بالدموع، يداها لامست يداي ببطء شديد، تشابكت أصابعنا بانسجام، التقت عينانا بنظرات تأملية. قرأت ما أقول بعيني وقالت: أنت الشخص الوحيد الذي صادفته يتحدث بعينيه. قلت لنفسي: ألهذا السبب أتتني؟ هل قرأت ما كان يدور في ذهني من خلال عيناي؟ غرست رأسها في منتصف صدري كطفلة تريد الاختباء من كل شيء. كانت ردة فعل طبيعية أن أطوقها بذراعي وأحتضنها. جسدها يرتعش، عيناها تزرف دموعا لا أعرف تحديدا ما بها. هي شخصية تشعرك بأنها مليئة بالأسرار، لكن من يعلم؟ استحبتها للداخل. قلت: استريحي على الأريكة. لم ترد أن تخرج رأسها من بين أضلعي فجلست معها. يا إلهي، دائما ما رأيتها كطفلة. قلت: اهدئي، أنا هنا. قالت: أريدك دائما هنا. لم أستطع الرد. كل ما أفعله هو أنني أشد ذراعي بقوة حولها حتى هدأت. قلت: أنت أفضل الآن؟ نظرت في عيني وقالت بصوت مبحوح: نعم. طالت نظراتنا وعينانا قالت ما يكفي، وكل منا يستطيع قراءة الآخر. قبلت جبينها ووجنتها التي كادت أن تذوب في فمي من رقتها. دق هاتفها. الآن أنا أكره تلك التكنولوجيا المقيتة. كان أحد والديها. فأغلقت الهاتف وقالت: علي أن أرحل الآن. قلت: أهناك خطب ما؟ قالت: لا تقلق، والدتي تريدني. قلت: حسنا سأقلك. قالت: لا، أريدك أن ترتاح قليلا، ربما آتي غدا. قلت: حسنا، ولا أريد أن أراك حزينة مرة أخرى. قالت: كيف لي أن أحزن بعد ذلك العناق؟ ابتسمت براحة وشعرت بالطمأنينة، وكأنني كنت على فراش الموت والله أمر ملكا ليبعث في الروح مجددا. وقلت: سأنتظرك،
سيدي ستقتلني يا سيدي. لم أدرك أنني أضغط بشدة على وجهها دون شعور، فأفلت يدي وعانقتها وكأنني لأول مرة أراها. هل كنت في حلم ما؟ هل هي كانت هنا بالفعل؟ هناك فنجانين ملطخان ببقايا القهوة، هذا يعني أن ما حدث منذ قليل واقع. ألو، كيف حالك؟ وصلت لمنزلك؟ قالت نعم، لا تقلق أنا بخير. لكن قلت ماذا؟ قالت أطوق شوقا حتى أراك غدا، أريد أن أقول أشياء كثيرة، كأنا أيضا سأشتاقك أو سأنتظرك بشغف، لكني أحيانا لا أستطيع التعبير، فاكتفينا بذلك إلى غدا. أريد أن يأتي الغد سريعا. استلقيت على المضجع، يبدو أنني قد أعيش وأموت على مضجع هذا. عطرها لا زال يطوف في الغرفة يجعلني أسترخي أكثر فأكثر. ما أنت وما خد بعيناك، أنظر إلى لمعة جسدك فأنفض غبارا ملأني الزمان به. من أين أتت خصلات شعرك تجول بينهم عيناي وتضيع في عالم غير العالم؟ من أي أرض زرعت تلك الشجرة وقطفت منها شفاهك؟ وكيف يصنع منها العسل؟ أدعوك صباحا لفنجان قهوة في كهفي المظلم ليل النهار على ضوء شمعة حمراء. أريد بعضا من البهجة في تلك الغرفة الكئيبة، أريد بهجة في صمت وسكون. هل تظن أننا سنكمل قهوتنا أم سنصالح أنفسنا من جديد ليتلاشى العالم حولنا في قبلة لا نضع في الحسبان ما سيأتي ورائها؟ أغمضت عيناي. أتتني اليوم كعادتها لا أرى وجهها، كعادتها تزرع بداخلي ذلك الشعور الغريب الرائع كانتشاء الروح. أتتني أعلم أنها حزينة، أرى ذلك في عينيها، لا تنظر إلي كما كانت من قبل، تلك النظرة التي وكأن العالم محي من حولي وأنا مسكن عيناها. كنت غاضبا غضبا شديدا منها، فأتتني ولمست يدي فوقعت عيناي على تلك الشامة الصغيرة أسفل ظهرها، على ذلك الجسد الذي خلق من اللؤلؤ. لكنني لازلت غاضبة رغم أنني ابتسمت قليلا وأنا أتنفس الصعداء. أعلم أنها حزينة، تقول لي ما رأيك فيه؟ فقلت تعلمين رأيي جيدا. ابتسمت على ضحكاتها التي أسمعها لأول مرة. اقتربت لي وكلما اقتربت أشعر بذلك الشعور بالبرد بعد يوم قاسي في صحراء مشمسة قاحلة. لن تذهب في مكان مرة أخرى بدوني. طرق الباب. فتحت عيناي، لا أستطيع الرؤية جيدا. أنظر في الساعة، إنها السابعة صباحا. نهضت سريعا حتى نسيت أنني أتكئ على متكأ، فتعثرت وكدت أن أقع، لكن دائما ما أنقذ الموقف سريعا. صوت يقول صباح الخير. أحاول أن أفتح عيني بصعوبة، عندما فتحت الباب كأن ضوء شديد سلط على وجهي. حاولت جاهدا أن أرى، هي ذات الرداء الأزرق، عينها متسعة قليلا وكأنها أخذت جرعات إضافية من الكافيين. ابتسامة مبهجة مرسومة على وجهها، يبدو أن هذا الصباح سيكون رائع. قلت تفضلي. أغلقت الباب وقلت لماذا لم تخبريني بأنك آتي الآن؟ انظري أنا أشبه السجين منذ عصور. ضحكت بنغمات متزايدة وتتناقص شيئا فشيء. قلت لها حسنا، اليوم اصنعي لنا أنت القهوة وأنا سأستحم سريعا وأفرش أسناني. قالت اتفقنا. جميلة وهادئة، أريد أن أكون على عجل من أمري حتى أستمتع بكل دقيقة معها. وقفت تحت الماء والرغوة تملأ جسدي وأزيلها سريعا وأفرش أسناني في آن واحد، وأظن حتى أن القهوة لم تنضج بعد. فالتحفت منشفة وأسرعت على الغرفة حتى أرتدي شيئا قبل ما تخرج من المطبخ. فتحت باب الغرفة ودخلت سريعا ملتفتة لمقبض الباب حتى أغلقه. عيناي وقعت على تلك الأريكة فرأيتها جالسة ممسكة بصوتي. صدمت وعيناي اتسعت وقلت ألم تصنع القهوة بعد؟ قالت اشتقت إليك.
نهضت واقتربت إلي ممسكة بصوتي على كفوفها تسلمني إياه كما أنني كنت معلمها منذ سنوات. أخذت الصوت من على يدها فانحنت أمامي على مكتبي دون كلمات. سمعت عقلها يقول اصفعني. ألقيت الصوت على الأريكة لأنني أعلم بأنه ليس الشيء المناسب لها ولن تحتمله، وحدث ما حدث. ذروة القبضة التي تتبع تلامس الشفاه بلحظات عندما يذوب الثلج وينهار العالم من حولك ولا تشعر بشيء سوى رغبتك بالتهام المزيد من داخل ثمرة الكرز تلك، وعندما تشعر أن روحك سافرت لعالم آخر وامتزجت بروح أخرى فتلك هي ذروة القبلة. فالقبلة لها نشوة خاصة منفصلة عن نشوة أي علاقة. القبلة، وما أدراك ما القبلة، فلا تمنحها لمن لا يشعر ولا يستحق. حافظوا على عظمتها فليس لها أي لذة سوى مع من نحب. مزقت ملابسها وألقيتها على المضجع وقلت ما هذا؟ الساعة 3 عصرا. مستلقيان على المضجع أشعل سيجارة وهي مستلقية على صدري. لا أريد أن أنهض ولا أتحدث فهي بين ذراعي. قالت هل كان ذلك الوقت ممتع بالنسبة لك حقا؟ ابتسمت وقلت عزيزتي رغم كل النساء التي مررنا هنا فهذه المرة الأولى التي أعرف بها معنى المتعة. قالت لماذا وما يميزني؟ قلت أنت لست ببشرية. قالت ماذا تقول؟ قلت هذا شيء جيد لا تقلقي، لم توجد امرأة من بني آدم كانت قادرة على إعطاء هذا الشيء أو إخراجه مني. قالت وما هذا الشيء؟ قلت العشق. نظرت لي نظرة استفهام واشتياق فقلت يا امرأة أنا أعشقك. قالت أنت تعلم أنني على علم بذلك صحيح؟ فقلت أجل صحيح. قالت لكن متى كان هذا؟ أقصد متى بدأ؟ فقلت منذ اللحظة التي رأيتك فيها. هناك شيء ما يحدث حينما أراك. هالات تحيط بنا تحمل طاقات مهولة، كأن كل من على الأرض يصمت وينظر إلينا حين نتبادل النظرات. شيء كوني يحدث في ذلك الوقت. قالت أتعلم؟ أنت الشخص الوحيد الذي يستطيع تحريكي فقط بعينيه. عيناك تشعرني بالرهبة لا أعرف كيف، أرى فيهما لمعة تسبحني، وهذا أول ما جذب انتباهي لك. بالفعل هناك طاقات بيننا غريبة. عانقتها بشدة، لا أريد لتلك الساعات أن تنتهي، لكن كان يجب عليها الذهاب لوالدتها وأنا يجب أن أفتح قبضتي عن ذلك العصفور الصغير. لم أرى ذلك الشيء من قبل على أسفل ظهرك. ألو صباح الخير، كيف حالك يا ذات الرداء؟ قالت بخير، ماذا عنك؟ قلت ماذا عني؟ مر شهران ولم نلتقي مجددا، كل يوم تختلقين عذرا جديد. ماذا دهاك؟ أتريدين إصابتي بنوبة قلبية من شدة غضبي؟ قالت أعذرني لكني لا أختلق أعذار كي لا نلتقي مجددا. قلت بل تختلقين أعذار وأعلم ذلك، لا تفعلي معي تلك السخافات النسائية ليس معي. قالت أنا فقط لن أستطيع. فقلت لن تستطيع ماذا؟ تحدثي ولا تثيري جنوني. سمعت صوت غريب من بعيد يتحدث، هذا ليس بصوت سمير فأنا أعرف جيدا صوته. فقلت من هذا؟ سمعت صوت شهيقها العميق مصاحبا لتلك الأصوات في الأنف التي تأتي مع البكاء. فقلت ماذا يحدث اخبريني. قالت ارجو ان تتفهمني. لن استطيع. قطع الاتصال بيننا وقطعت كل سبل هدوئي. ثار جنوني، حطمت فناجين القهوة وجرحت يدي. اصابتني الرعشة التي دائما تصاحب غيرتي وشكي وغضبي، رعشة ان لم اتحكم بها سأقتل أحد. حاولت أن أهدئ من روعي، أتحدث مع نفسي كالمخابيل. صوت من؟ هل عشقت رجل آخر؟ هل تزوجت بتلك السرعة؟ هل هذا سمير؟ ليست نبرته التي أعلمها جيدا. حاولت أن أنظر للسماء صارخا، لكن هذا ليس أنا. نصفي الآخر محاولا تهدئتي. من تعتقد أن يكون هذا؟ قلت لا أعلم. قال لي
بل أنت تعلم كل شيء. قلت لك لا أعلم. على أي حال يكون من يكون، أنت وأنا نعلم أن كل شيء اختيار لا إجبار. قلت ماذا تقصد؟ نصفي الآخر يحوم في الغرفة ويقول إن عشيقا جديدا أو حتى إن كان زوجا أم إن كان صديقك الصدوق فهي من قامت بالاختيار. قلت لماذا تسخر مني؟ أنت تعلم جيدا أنه ليس بصديق ولا بصدوق. أعلم يا صديقي الوحيد أعلم، ونعلم بأنه كان دائما يشعر بأنك تحقد عليه. قلت نعم، لا يعلم بأنني أصنع من أدنى أشيائي كنوز. لكن ماذا تريد أن تقول؟ لا شأن لي بما بينك وبين سمير، وأقول لك لا تقتل نفسك جنونا، فهي من قامت باختيار الابتعاد وقامت باختيار عناق شخص آخر ربما يكون أثرى منك. أنت تعلم النساء يا صديقي أغلبهن عابدات للمال، ربما أتاها عرض شيق لم تستطع إفلاته. نظرت في وجهه، هذا الوجه الذي رأيته في نفسي بالسابق، الوجه الشيطاني الذي يشبه الذئب. قلت ابتعد عن هنا، فأنا بي ما يكفي لأغرق في نوم بلا رجعة. ابتعد إلى أين يا صديقي الوحيد؟ أنا بداخلك. قلت كفى، انظر لما أصبحنا عليه، فقدت أغلى ما تملك وهو جزء من جسدك، وستظل طيلة حياتك تتزلج على عصاتان معدنيتان. أليس هذا درسا قاسي بما يكفي؟ حينما لفظ كلمة تتزلج نظرت إليه، رأيته متجسد في مشهد لم أنساه في أول مرة أناديها بذات الرداء الأزرق. قلت من أنت شيطان؟ أتريد أن تعرف من أنا؟ قلت نعم. مد يده إلي نفس تقاسيم يداي الغريبة، فنهضت معه. وقف خلف ظهري يقودني لشيء، إنها المرآة. قال أنا هذا. لم أجده في المرآة، والتفت خلفي قد اختفى. أرى صورتي تنعكس، وجهي ملأته تجاعيد الحزن، عيناي مجهدتان، شفتاي تميل للزرقة لأنني لم أتناول الطعام. متكئي ما زال هنا، لم يتغير. تمعن في نفسك جيدا واكتشف من تكون. فتحت عيناي في 12 منتصف الليل كعادتي بعد مقابلة دامت لست ساعات مع امرأتي التي لا أراها سوى في غفواتي. أحدق في سقف الغرفة المظلمة قليلا، لا أرى سوى وميض أمام عيني. فجلست على المضجع أتذكر ما حلمت به وأبتسم. كانت حزينة ملقاة جانبي على المضجع، كلما ألمسها تبتعد. فقلت لها ماذا بك وماذا أصابك؟ كنت معي منذ أيام وقضينا أفضل يوم منذ أن جئتيني، فدائما كنت تأتيني صامتة دون ملامح، وعيناك لا تسقط عن عيناي، تزرعين داخلي ذلك الشعور الرائع حتى أستيقظ. أما ذلك اليوم فكان مختلفا كليا، فما بالك اليوم؟ قالت أنا حزينة لأنك تقادل الجنون. فغضبت منها وقلت لها أنا أفعل ما أريد وأنت تلبي ندائي فقط. فنظرت لي بغضب، ولأول مرة تتصرف كتصرفات البشر. ليست هذه الفتاة التي تأتيني دائما وتنظر لي وكأن العالم من حولها غير حقيقي وغير موجود، لا وجود لسواي. كيف تنظر لي تلك النظرة؟ كيف تجرأت؟ فشعرت بزلزلة من حولي وظلام دامس، وتحولت أمامي لشيء غريب. حينها علمت بذلك، هي ليست هي، إنه شيطان يريد الإيقاع بيننا. فحرقته أمام عيني بآيات قرآنية، أريد أن أحتسي قهوتي الآن وأتذكر البقية. فنهضت وصنعت قهوتي وغسلت وجهي وفرشت أسناني وجلست لأستفيق. لا أتذكر شيء آخر، لكن اطمأن قلبي لأنها ليست هي، ذلك الملاك التي يستحيل أن تتصرف كتلك تصرفات بشرية شيطانية. تنفست الصعداء وقلت حينما أراها سأعاقبها عقابا شديد لأنها تركت شيئا ما ينتحلها. والآن لأبدأ يومي الذي ينتهي فور استيقاظي. ألو، كيف حالك يا ياسمين؟ قالت بخير
وأنت يا سيدي؟ قلت أتستطيعين المجيء الآن؟ قالت أرجو أن تعذرني يا سيدي، الآن أجلس مع أمي ولكن من الممكن بعد. قاطعتها حسنا نتحدث لاحقا. ألو كيف حالك يا جيسي؟ قالت بخير سيدي، ماذا عنك؟ قلت أريد أن تأتي الآن. قالت أمرك سيدي. طرق الباب فهممت لأفتح متلهفا، أشتاق لرؤية ذلك الشعاع المنبثق الذي يسحر عيني، لكني لم أجد هذا. قلت اتبعيني، فمشيت ورائي تتبعني إلى غرفتي. عيناي وقعت على المطبخ والموقد الذي أصنع عليه قهوتي، شريط يمر أمام عيني في ثوان. جيسي. قالت نعم سيدي. قلت أتريدين احتساء القهوة أم لا؟ قالت عزيزي أنت تعلم أنني لا أحب القهوة. كأنني لأول مرة أسمعها تقول تلك المعلومة، رغم أنها أخبرتني بهذا عشرات المرات، وفي كل مرة نلتقي أكرر نفس سؤالي. قلت حسنا حسنا اصنعي لي فنجان. دخلت لتصنع لي القهوة، فاتبعتها كالذي يتصيد لشيء. وقفت مستندا إلى باب المطبخ أمعن ناظري بها. جميلة قمحية اللون، شعرها قصير اسود يتدلى على اكتافها، ترتدي تنورة تغطي ركبتيها، ومعطف من الجينز صغير الحجم. عينها واسعة بلون بني نحيفة ورشيقة تفوق الجمال بشارتين، لكن ليست هناك تلك الطاقة المفرطة التي تنتشلني من كل سوء. قالت لقد انتهيت، فرضت كما انا. قلت ذلك وأنا شارد الذهن كالأبله. قالت ماذا؟ أقول انتهيت من صنع القهوة. فقلت حسنا هيا لنجلس بالداخل. أشرت لها بإصبعي على الأريكة الصغيرة، أي اجلسي هنا. جلست وجلست بجانبها أطلق الزفير من فمي. نظرت إليها، عيناها في عيني. أقول لها لماذا لم تدمنني كما أدمنته؟ لماذا لم أكن في عروقها مثله؟ قالت ألم تنساها بعد؟ قلت لا أستطيع يا جيسي، كلما تخيلتها مع شخص ما أثور غضبا وأشعر بالموت. اقتربت لي وهمست في أذني أريد أن أنسيك لساعات قليلة. قبلتني وعانقتها، أشعر أنني أريد هذا وبشدة دون أن أشعر. أثناء تقبيلي لها أمسكت الكرافات الذي دائما كان على الأريكة ضمن أشيائي، دفعتها وأمسكتها من شعرها، صفعتها على وجهها. أنا لم أصفع امرأة قط على وجهها. كبلت يداها، هي تنظر لي في ذهول تقول بصوت يملأه الرعب توقف، لا أسمع شيء، لا أرى شيء، كل ما أراه أمامي ذات الرداء الأزرق، وسأعاقبها على فعلتها. ألقيتها على الأرض مكبلة اليدين في ركن له دور ما. قالت توقف أرجوك. التقطت صوتي واقتربت منها في جنون، لكن سرعتي تتباطأ شيء فشيء، وكأنني في بداية استيقاظي من قبضة جاثوم. صرخت بكل طاقتها وأنا أرفع يدي بالصوت، توقف توقف، أنت لست هكذا، أنت معلما محترف، ماذا أصابك؟ أنت تعلم أنني لست من هذا النوع، أرجوك توقف. كلماتها كسيوف تطايرت وتراشقت في كل جسدي، شيء ما بداخل عقلي يوقظني. أفيق أيها الأحمق أفيق. نظرت بجانبها، رأيت ذلك الذي يشبهني واقفا كأنه يقول لي لن أدعك تمسسها بتلك الطريقة. اقترب مني في لمح البصر صريخا في وجهي وهو ممسك بمتكئي ويزلزلني. أفيق أيها الأحمق. سقط الصوت من يدي، اقتربت منها وجلست على مقعد. أزلت الكرافات عن يدها، عانقتها بشدة. أنا آسف، أجهشت بالبكاء وهي تتمسك بي. أنا أعلم أنك لست بمجنون، أنت الوحيد الذي يثق فيه الجميع، أنت مثالا للعقل والحكمة والتحكم في النفس. ماذا دهاك؟ ألي تلك الدرجة أحببتها؟ كنت على وشك قتلي. فقلت أنت تعلمين أن هذا مجرد شيطان عابر، أليس كذلك؟ قالت نعم أعلم، وإلا لم أكن أعانقك الآن. فقلت أتسامحيني؟ قالت نعم بالطبع. قلت ستظلين معي اليوم إلى أن يأتي الصباح؟ فقالت نعم، أقصد أمرك.
جففت دموعها بيدي وأخذت أمشط خصولات شعرها بأصابعي حتى هدأت هدوء تام. ثم حدث ما حدث، نهضت أمامي على ركبتيها على المضجع، ما زال وجهي يقابل ظهرها وعيناي تحدق فيما أراه على أسفل ظهرها. جلست على ركبتيها في مكانها، لم تلتف لتنظر إليه، شعرها يتدلى لأسفل وجهها تنظر بالأسفل متنهدة تنهيدا. كحين الموعد وأنا قائلا أجيبيني، ما هذا؟ جاءتني، لقد اشتقتها، لكن من هذا الذي بجانبها؟ لا أرى وجهه، تنظر لي بصمت، ما زالت عيناها لا تفارقني على رغم هذا الذي يقف بجوارها. لم أستطع تلك المرة أن أحادثها، كلما حاولت التحدث شيء يكمم فمي. هي تنظر وفي عينها لا أرى سوى الاعتذار، لكن على ماذا؟ استيقظ، كفاك نوما. استيقظت تلك المرة لكني لم أفتح عيناي، ظللت أفكر ما دهاها هي الأخرى، ماذا يحدث حولي؟ أفق يا كسول. صباح الخير يا جيسي، كم الساعة؟ إنها الثانية صباحا. أعتقد أنك تحب أن تستيقظ في ذلك الوقت. أخذت نفسا عميق وجلست على المضجع تعانقني من الخلف وأنا أربت على يدها. قالت جيسي كان يوم رائع أليس كذلك؟ فقلت أتعلمين ما أحببته بك؟ قالت ما هو؟ قلت أنني مهما فعلت بك لا ترحلين أبدا. قبلتني على وجنتي، هي تعلم أنني لا أحب التقبيل صباحا إلا بعدما أفرش أسناني. سحبت سيجارة وأشعلتها وقلت ألم تصنع القهوة بعد؟ قالت ليس بعد. هل يمكن أن أسألك عن نوع عملك الذي كنت فيه منذ سنوات؟ أغمضت عيني مبتسما من سخافة الماضي وقلت كنت أعمل كمصمم جرافيك. قالت ولماذا تم استبعادك؟ هذا العمل لا يحتاج سوى الإبداع. ضحكت ضحكة بصوت مرتفع ساخر وقلت نحن في بلاد لا تريد الإبداع بل يريدون الأيائل فقط. فقالت لماذا الأيائل؟ ماذا تعني؟ فقلت الأيائل لها قرون غليظة وتتحمل الصعاب. تصاعدت ضحكاتنا سويا. قالت حسنا أيها العميق، لماذا لم تعمل حرا؟ فقلت لم أعد أحتمل سخافة هذا العمل وسخافة العملاء. فقالت ولما؟ صفعتها صفعة خفيفة قائلا كفاك حديثة واصنع القهوة. نهضت فتمعنت في خطواتها، دائما ما أبحث عن شيء في كل النساء ولا أجده. ليس بيننا نوع من أنواع العاطفة، بكلمة مختصرة فقط هنا الراحة. يأتي صوتها من داخل المطبخ أليس لديك أصدقاء؟ فقلت لا، لا أعترف بالصداقة. قالت ماذا تعمل الآن؟ فقلت أكتب، وكفى استجواب. جلست على المكتب وضغطت زر تشغيل الحاسب، لا أظن أنني قد فتحته لفترة طويلة. فتحت نافذة بها ذلك الموقع الذي طالما استفزني، أصبح مليء بالسخافات وأصحاب العقول في المؤخرة. فيسبوك الذي رحلت عنه منذ سنوات تقريبا، أتصفح بعض الأخبار، منشور يحمل نكتة سخيفة يليه خبر صادم. هذا ما يفعله الفيسبوك، يتلاعب بمشاعر الجهلاء، ثانية فرح، ثانية حزن، وثانية صدمة. كل هذا ينعكس على القارئ دون أن يدري. لا تتعجبوا إن كان الآن معظم المواطنون يعانون من الاكتئاب. هناك بعض الأصدقاء المقترحون، خطيبة هذا وحبيبة هذا والسيد العظيم المبجل، ولن أصدق ما أرى، إنها ذات الرداء الأزرق. تمعنت في الصورة جيدا، إنها هي، وجها أرى فيه النور الغير معروف ما مصدره، جسدها الأنيق، عيناها الساحرتان، لكني أرى الحزن وعدم الراحة بهم. قمت بالدخول إلى حسابها، أتصفح بفضول وجسدي ينتفض، تلك الانتفاضة التي تتبع الغير والشك. هناك منشورات اعتيادية، وهناك منشورات وصف فيها الاشتياق لشخص ما، ربما تقصدني. ابتسمت ابتسامة تعني يا للسذاجة، وصوت في عقلي يقول ألم تكتفي حماقة بعد؟ صحيح، إن كنت المقصود لأتتني
ارتمت تحت عقدامي. لقد صمت. أغلقت الحاسب وأنا أحمل فنجان القهوة الذي أتت به جيسي دون أن أشعر وجدت أنني قد ارتشفت القاع وأشعلت الكثير من السجائر، وجيسي جالسة تنظر لي وهي تحتسي قهوتها مبتسمة. وعندما نظرت لها قالت علي أن أذهب. نهضت واقتربت وقبلتني وانحنت لتقبل يدي وقالت أرجوك هذا يكفي، أنت تنتحر. يا للسخافة، لفظت تلك الكلمات وأنا أجلس على مقعد في منتصف شاطئ في الساعة 6 صباحا. دائما ما أحببت الخروج في الشتاء صباحا قبل استيقاظهم، وأستيقظ عندما ينامون. البرد يقشعر جسدي، الشاطئ فارغ تماما. ربما من يمتلكون المكان الذي أجلس فيه يقولون ما هذا المخبول. تمطر مطرا شديد والرياح معتدلة. أنظر للبحر والماء يلامس أقدامي. كيف وصلت لهذا الحال؟ وكيف لي أن أتعلق بامرأة؟ كل هذا التعلق البائس، هذا ليس أنا. كأنني أصبحت داخل كرة صغيرة، غرفتي والموقد الذي أصنع عليه قهوتي والمكتب والحاسب وهي. حتى عندما رحلت ظلت داخل عقلي، لماذا هي؟ هناك نساء حولي ربما أشد جمالا. صوت ما يقول أوه، أنت تعلم جيدا يا صديقي الوحيد أن الجمال ليس مبررا للحب. جلس على ركبتيه بجانبي، كلانا ينظر للبحر طارة وإلى السماء طارة أخرى. هذا الذي يشبهني، هذا الذي لا أعرفه. فقلت نعم أعرف. فقال ونعلم أيضا أنها تملك من الجمال ما يفتك بأعضائك التناسلية. نظرت له بغضب فقال أنا أمزح قليلا لا تغضب. كلانا يعرف أنها تملك شيئا فريد ليس في جمالها ولا قوامها الرائع ولا خصولات شعرها المتناغمة كمياه شلال من ماء الذهب، ولا عيناها التي ترشق في القلب نورا ولا مؤهل. فقاطعته وقلت لا تتعدى حدودك معي أيها الأخرى، أتتغزل بها أمامي أيها الوقح. علت ضحكاته بجنون وقال كلانا نعشقها. فقلت ماذا تقول؟ قال صديقي أفق، نحن وجهان لعملة واحدة، أنت الأبله طيب القلب وأنا الذي يتناغم مع تلك الحجبة من الزمان. أنا هو أنت. أخذت أنفاسا عميقة رياحا تحمل خيرات البحر إلى أعماق رئتاي وقلت إن كنا شخص واحدا فهذا يعني أنني أعاني من انفصام في الشخصية. فقال اطمئن، كل شخص لديه وجهان، وجها ظاهرا ووجها لا يعلم عنه أحد. ألم ترى البعض تعرفهم فتطمئن لهم، وبعد مرور فترة من الزمان ينقلبون رأسا على عقب. لكن أنت دائما ما كنت مختلفا عنهم، لديك وجهان لكن لا يضغى أحدهم على أحد. أغمضت عيني وتنفست صعداء، اشتقت إليها. قررت أن أسير أتسكع في الطرقات، لا أدري إلى أين سأذهب. أتذكر أنني كلما رأيت مقهى في طريقي جلست عليها لأحتسي القهوة. ربما مررت على 4 مقاهي وربما 5. أتكأ على متكئي بروية كعصفور اخترق قفصه وظل يرفرف لا يعلم إلى أين سيلجأ. المطر يجتمع عند أنفي ويتساقط كالسنبور، لا أعاني بل أعشق ذلك. تعثرت أثناء سيري فسقط متكئي، وقفت محاولا أن ألتقطه ويصعب علي الانحناء. تبا لكل هذا نظرت أمامي لكي أطلب المساعدة من شخص ما. رأيت شابا ومعه فتاة يضع يده على أكتافها، يسيرون هائمان ببعضهم البعض. عندما أكون متكئ على متكئي وأسير في الطرقات لا أستطيع التركيز في شيء آخر، لا أرى من أمامي بوضوح. أكرس كل جهدي وطاقاتي في التزلج اللعين. فقلت أيها الشاب هاي أنت. التفت إلي وهي كأنها ملتصقة به، أعني أنهم التفتوا سويا. قلت هل يمكن أن ماذا؟ لا أصدق ما أراه بعيني، إنها ذات الرداء. لا أشعر بشيء سوى دوار في رأسي، لا أرى بوضوح،
لا أسمع سوى أصوات إناس يقولون: هل أنت بخير؟ ما اسمك؟ هل تسمعني؟ وأنا أقول: اسمي أنا. لا أستطيع التحدث، شيء ما يقيد فمي. صوت صافرات يكاد أن يفجر أذني. أرى أشباح بشر، مجرد خيالات تهرول من حولي. كلمات لا أستطيع أن أميزها. ضغط شديد على صدري يكاد أن يزهق روحي. الكلمة الوحيدة التي ميزتها كانت: المخدر. لن تسير في طريق إلا ورافقتك فيه. أتتذكر تلك الكلمات؟ لا يجب على الرجل أن يحمل كل ذلك الحب بداخله تجاه امرأة، بل يجب عليه أن يحب باعتدال. ليس من المفترض أن تتبدل الأدوار. نحن متساويين في عاطفتنا الباطنة تجاه بعضنا، رجل وامرأة، لكن يجب على الرجل إبقاء عاطفته دفينة ويعطي كلما استحق أن يؤخذ. المرأة العاشقة هي التي تظل تحت أقدام من تعشقه مهما كان الثمن. أما غير ذلك فلا جدوى من حب الرجل لها. فالرجل إذا شعر بالإهانة ربما مات حسرة، والحب في أغلب الأوقات إهانة. استيقظت أشعر بألم في عظامي، كانت سقطة عنيفة. لا أدري كيف جئت إلى المنزل، لا أتذكر شيء، وآخر ما تذكرته وجهها وهي تلتفت إلي. لا أعتقد أنها ميزتني حينما سقطت والتف الناس حولي. حينها يصعب تمييز شخص آخر. أحتاج للكافيين بشدة. نهضت وأمسكت بمتكئي متجها إلى الموقد لأضع القهوة تنضج، حتى أغسل وجهي وأفرش أسناني. لكن ثمت خضب ما في المنزل، هدوء غير معتاد. الجيران لا أسمع إزعاجهم الدائم. لي جارة مزعجة، هي وبناتها يشبهون شخصيات كانت مع سندريلا، الأم القبيحة، وبناتها اللاتي يشبهونها، دائمين الإزعاج ويطرقون الباب لتملأ رائحة أفواههم الكريهة المنزل، وهم يقولون: اخفض صوت مشغل الموسيقى. لا أسمع شيء سوى صوت الرياح التي تتخلل بين النافذة. هناك عطر عالق في أرجاء المنزل. هذا العطر الذي أعلمه جيدا سر طاقتي ونشوتي، عطر يذكرني بشخص واحد فقط على الأرض، إنها هي. يوجد طاولة في المطبخ صغيرة ومقعدان صغيران. قبل دخولي الكامل للمطبخ لمحت فنجانين من القهوة على تلك الطاولة. لم أشعر للحظة أنه لصا. أي لص هذا الذي يصنع القهوة؟ أحاول النظر ببطء شديد وأسير بروية حتى عيناي وقعت على صوت يقول: صباحك خير، كيف حالك الآن؟ كعادة وجودها المفاجئ تجمدت للحظات. كيف ومتى؟ قالت: هيا اجلس. تقدمت 3 خطوات وجلست في صمت طال. قلت: متى جئت إلى هنا؟ وكيف ومتى قمت بفتح الباب لك؟ قالت: اهدأ، ليس من وقت طويل، أنا هنا منذ ساعة تقريبا. أعلمت ما حدث لك؟ فقلت: كيف علمت ولا أحد يعرف عني شيء؟ هل رأيتني البارحة حينما حدث ذلك؟ صمتت وهي تأخذ رشفة من قهوتها وتنظر إلي بعيناها اللامعتان التي دائما أرى فيهما الاشتياق، لكن سرعان ما أكذب ذلك التفسير. وقالت: سوف تصبح قهوتك باردة. أخذت فنجاني وأخذت أحتسيها كالظمئان الذي وجد شربة ماء في منتصف صحراء. أشعلت سيجارة ونظرت لها، وضعت يدها على علبة سجائري وقالت: هل تأذن لي؟ فأومئت برأسي: أي نعم. فأخذت سيجارة وأشعلتها وهي تنظر لي، فقلت: منذ متى بدأت تدخين؟ فضحكت ولم تجب وقالت: سأنهي قهوتي وأرحل، هل نستطيع أن نتقابل غدا في المقهى؟ فقلت: نعم. ما هذا الجمود والصمت الذي داهاني؟ لا أستطيع التحدث كثيرا، لدي الكثير في عقلي من علامات التعجب والاستفهام. صمت تام بيننا طول، حتى لم أعلم كيف أتت. نهضت وابتسمت لي واتجهت نحو الباب والتفت لي مرة أخرى: أراك غدا. ورحلت. هناك شيء ما خطئ،
هناك شيء ليس على ما يرام. يوم ما منحتك فرصة للهروب لن يمنحك إياها رجلا على الأرض، فرصة ممزوجة باختبار من اختبارات التي يصعب على عقول النساء اكتشافها. وأعلم جيدا ودائما متيقن أن عقولكن لن تترجمها سوى بشكل واحد فقط، وأثبتت لنفسي أن كل النساء مهما اختلفن في الأسلوب والمظهر والتفكير فدائما آخرهن متشابه. هذا الاختبار والفرصة منحتها لكل امرأة اجتمعت معي على نفس المضجع خلال السنوات الفائتة، وأثق كل الثقة أن لا توجد منهن امرأة عقلها يحمل العمق والفكر الكافي لاكتشاف ذلك الاختبار. نعم أنا أتلاعب بهن كما أفعل دائما، لكن الفرق بيني وبين أي رجل غيري يا عزيزتي أنني حينما أتلاعب فأصنع لعبة كاملة لأستمتع وأختبر، ولعبتي لا تمس مشاعرهن. فعند خسارتهن لتلك المرحلة في اللعبة أجعلهن يظنن أنهن ربحن، وفي الحقيقة هن خسرن بجدارة وليس لهن جائزة. وهذا الفرق بين تلاعبي وتلاعب غيري بكن. أحجيتي إلى الآن لم يتم حلها حتى من عشقتها يوما وظننت أنها ستربح بجدارة، والآن أريد المزيد من المتعة، متعة ألعاب العقل. أعطيتك فرصة لتهربين فانتهستيها وأنا لم أرد ذلك. كنت أظن أنك ستتشبثين مهما أرخيت قبضتاي عنك. قالت ذلك وهي تنظر لي بجانب وجهها، ما زالت تعطيني ظهرها، لكن أرى شيء آخر في عينيها. اليوم عاصف بشدة، لا أستطيع الصمود أمام تلك الرياح، فمتكئي يعتقد نفسه جناحا يريد أن يرفرف بي، وقدماي غير ثابتة على الأرض كي أتزن. صارعت كل هذا ودخلت المقهى التي وعدتها أنني سألتقيها بها. لا أحد يجلس، المكان خالي تماما والجميع يحتمون في منازلهم. يبدو أن هذا مثالي تماما كما أعشق. يحاط بالمكان زجاج أرى خلاله البحر. يبدو أن هذا الجو سيكون رومانسيا فوق العادة في جلسة ليست لعاشقين. هناك أريكة جذبت انتباهي لأجلس عليها لكن منخفضة بعض الشيء، وهذا سيزعجني. فناديت النادل وطلبت منه بعض المسالب فأتاني بها، ثم جلست أنظر من النافذة على روائع الشتاء وما يفعله في البحر. أقول في عقلي عندما تأتي لن أنهض لأبادلها التحية، فيبدو أن الأريكة ما زالت منخفضة وهذا سيجعلني أستنفذ ربع دقيقة كي أنهض. تساقطت قطرات المطر على زجاج ذلك المكان فشرد ذهني في كل قطرة، كل قطرة أجد بداخلها صورتك بذلك الرداء الأزرق وتلك الأعين الحالمة وتلك اليد الرقيقة. نظرت إلى البحر فوجدته ثائر كداخلي، نصفه أزرق بلون ردائك ونصفه الثاني داكن بلون هياك عقلي. أتاني النادل مرة أخرى يتساءل ماذا أريد، فقلت له انتظر لدقائق، أريد الانتظار حتى تأتيني لأحتسي قهوتي وأنا أنظر لعينيها. مر ذلك العطر الذي لم يفارقني على حواسي، فأغمضت عيناي لبرها حتى وجدتها أمامي كما هي، لم تتغير بقوامها الرائع وابتسامتها التي تلقي بكل همومي في أعماق المحيط، وعيناها اللامعة التي رأيت فيهما حزنا لم أره من قبل. تبادلنا الحديث ولا أعلم لماذا لا أشعر أنني مستيقظ، فكل تلك المدة لم أراها ولم أسمع عنها. نظرت في عيناي ورأيت عيناها تغرغر بالدموع وقالت عيناك بحر. فقلت أنا أعشقك يا امرأة، لكن كان ينبغي علي القول كيف للبحر أن يغرق، لكن أنا لا أستطيع التعبير، فقط أريد أن أنظر لعيناها وأحكم قبضتي على يداها وأصمت، ودائما
أريد القول بأنها بمثابة المنزل لي. عندما نشاهد في أفلام السينما شخص يسأل الآخر أين ستذهب بعد ذلك الوقت العصيب فيجيب هوم، فهي بمثابة ذلك المنزل بذلك الإحساس. لا أعلم ما الذي سيجري، هل أصابعي ستلتف على عنقها وأقبلها أمام الجالسين أم أحبس أنفاسي وأتريث. قلت لماذا فعلت يا ذلك ومن هذا؟ لا، قاطعتني قائلة أرجوك لا تسألني شيئا من هذا القبيل، لكني أريد أن أقول لك أنك مريض بالشك. نظرت إليها عاقل الحاجبين وقلت أعلم، لكن لماذا تخبريني بهذا الآن؟ قامت بوضع يدها على ساقي التي أضع عليها علبة سجائري. لامست يدها وحكمت قبضتي عليها قبل أن تسحب سيجارة وتشعلها. نظرت إلي وقالت أنا لم أرحل. فقلت ماذا تعنين؟ أهل جننت ويخيل لي كل هذا؟ قالت لا، كنت دائما أمامك، ولكن شعورك بالإهانة من رحيلي لم يجعلك تنظر حولك جيدا. فقلت هل تريدين توضيح ما تقولي؟ فقالت أشتاق لتقبيل يديك. يبدو أنها لا تريد أن تعطيني إجابات على الكثير من الأسئلة، وعلى الرغم من أن هذا يرهقني ويضخ الدم في رأسي، إلا أن النظر في عيناها بمثابة مسكنا خارق للألم. لماذا أحببتني كل هذا الحب؟ أتعلم أنني دائما ما كنت أشعر بك بجانبي وتأتيني في أحلامي؟ فقلت وكيف كنت تريني في أحلامك؟ هبط النادل من سقف المقهى ليقول عذرا تفضل الشيك. حينها كنت أتذكر أنني كنت دائما أحاول ممارسة التخاطر الروحي معها. يبدو أن هذا كان يفلح دون علمي، لكن هناك شيء ما بيننا أنا حقا أشعر بها. أشعر بحالاتها المزاجية التي تضغى على حالاتي، أشعر بأفكارها وكأنني أسبح داخل عقلها. وأحيانا رنين هاتفها قطع الصمت وأحبال تفكيري، هاتفها الذي كان مخبأ طوال جلستنا تحت فخذيها، ذلك الفعل الذي طالما أثار شكي وجذب انتباهي. أغلقت الهاتف ولم تجب، فقلت لها بسخرية عليك الذهاب. فابتسمت ابتسامة تعني كفاك، لا أريد أن أنهض. لا تريد أن تنهض. لا أعلم لماذا دائما ينتابني ذلك الشعور عند نهاية اللقاء، شعور بأنني تركت طفلة صغيرة في غابة مليئة بالسموم. أنبض قلقا وعقلي يثار ومزاجي يصعق. هل سنلتقي مجددا؟ هل ستقبل يدي كما أرادت؟ هل سأصفعها عوضا؟ مستلقي على حافة مضجعي أفكر في لا شيء، رأيت مقبض الباب يهبط فحدقت قليلا للباب. شخص ما يفتح بابي. كانت هي ترتدي نفس الرداء الذي عشقته. اقتربت إلي وجهها حزين تنظر للأرض كالزليلة. اقتربت أكثر حتى انحنت إلي وأمسكت بيداي وقبلتها، فجلست أمامي وأنا ما زلت مستلقي. وضعت يدها على قدمي وقالت أنا آسفة. صباح جديد وروائع البرد تتخلل من بين الأبواب. جلست على مضجعي أفكر، لا أعلم في ماذا أفكر تحديدا. لم أستفق بعد، نهضت وخلعت ملابسي ووقفت تحت الماء البارد. ربما يجمد أفكاري كل تلك البرودة، لا أريدها أن تزول من جسدي. لن أرتدي ملابسي الآن. صنعت فنجان قهوتي الأول وعدت إلى مضجعي أمام الشرفة الباهتة التي تحيطها الظلمة. أشعلت سيجارة تلي الأخرى وأفكاري لن تتجمد بعد. صوت المطر، الصقيع الذي يتخلل جسدي العاري. فنجان قهوتي كاد أن يتجمد. أفكر ماذا دهاني؟ لماذا أصبحت وكأن كل شيء يحدث جميلا حولي وأنتظره منذ سنوات مجرد حلم؟ حتما سأستيقظ منه قريبا. وأصارع حتى لا أستيقظ. شكوكي تقتلني وأفكار شيطانية تمر على عقلي. أريد أن أفعلها حتى لا أستيقظ. عادت جميلتي التي لم تفارق تفكيري منذ سنوات طوال، عادت بعطرها ومذاق حضورها الخاص. ما زالت تثير جنوني
وما زلت أعشق كل تفاصيلها، لكن لا أعلم ما يدور بداخلي، شيء لا أريد أن أصدقه. أتعلمون ما يفعل الجاثوم في منامنا؟ كهذا شيء يتراقص أمامي ويثير غيظي بلسانه ويقترب ليهمس في أذني. ستختفي مجددا، ويضحك شخص ما سيسرقها مجددا وتعلو ضحكاته. لن أدع قلبك يهدى على الإطلاق، فيثار قلبي وترتعش يداي شكا وقلقا وغيرة. أهاب أن أفقد أعصابي التي طالما شهرت بتحكمي فيها. أتماسك حتى لا أفعل ما لم أكن أتوقع وما لم يتوقعه أحد. شيء كالرمال اللينة انتشر في فمي، فاستيقظت من رحلة عقلي القاتلة، فوجدت قهوتي نفذت واحتسي القاع. يكفيني هذا الصقيع، يكفيني هذا القدر من دوافع المرض. سمعت طرق الباب، فارتديت ملابسي سريعا وهممت لأفتح. هي وذلك العطر الذي لابد وأن أكتب فيه قصيدة، لكن لم يعد ذو الرائحة القوية كما كان من قبل. عيناها المثيرتان اللتان يشعلان طاقتي كما هما، لكن هناك عبث بشري داخلهما. لابد أن الذي أدمنته ألقى بظنها في التهلكة، وجاءتني نادمة على رحيلها. قالت: ألم تدعني أدخل؟ كنت دون أن أشعر أنظر على قدميها اللتان يكاد متكئي أن ينعكس عليهما شديدتان النعومة، فرفعت عيناي إليها. بالطبع لا، تفضلي. وقفت في منتصف الطرقة كما أول اللقاء بيننا، تنظر لي، عيناها تقول: إلى أين؟ فأشرت لها أن تدخل إلى الغرفة، فاتجهت نحو الأريكة التي ما زالت إلى اليوم أعثر على شعراتها عليها مختلطة بأشيائي، ووقفت تنظر لي. قلت: اجلسي. فجلست بروية ضامة ساقيها. فقلت: إذن أتريدين القهوة؟ قالت: لا. فعقدت حاجباي متسائلا: ماذا؟ ألم تعودي تحتسينها؟ فقالت: فقط اجلس إن سمحت، أريد التحدث معك. فجلست على المقعد المقابل الذي ظل في مكانه منذ أن التقينا هنا قرابة 4 سنوات، يبدو عليه آثار الزمان. فقلت: أشعر أنني في حلم سأستيقظ منه قريبا. قالت: أنا لست بحلما، أنا حقيقة. ابتسمت بنصف وجه. وقلت: أحببت شخص ما؟ قالت: أنا لم أحب أحدا على الإطلاق. فقلت: ماذا تعنين؟ إذا ما جعلك ترحلين؟ ومن الذي دائما معك؟ نهضت دون أن تنطق حرف، واقتربت إلي وأخذت يدي لتقبلها. فقلت: جننت بك ولم أستطع إصابتك بالجنون. فجلست على ساقي، تعلم أنني أعشق أن أدللها كالطفلة الأربعينية. عانقتني بشدة، فبعدتها قليلا وقبلتها، أصابعي تلتف على عنقها هامسا. ادمنيني، قالت: لم أستطع. فلففت شعرها الذي أعشق رائحته على يدي وقلت: لقد هرمت. استلقيت على المدجع وذراعي يلتف حول عنقها، وكأني أتشبث بطفلتي الصغيرة. دائما ما كنت أراها طفلتي وأهاديها البالونات المحببة إلى قلبها. حينها أرى ذلك البريق الذي أعشقه في عينيها، بريق يسحر قلبي. أنا أعلم أن لا أحد يرى ذلك البريق غيري، وكأنني أنا صانعه وأنا طاقته الجاذبة. نهضت فجأة وأمسكت بمتكئي، وجلست على المقعد المجاور للمتجع والأريكة. فنظرت لي مندهشة فقالت: ماذا بك؟ ماذا حدث؟ فتنهدت تنهيدتي التي لا يأتي بعدها شيء صار، وقلت: انهضي وأتيني بربطة العنق واجلسي أمامي على الأرض. أرى ذلك التوتر الذي أدمنت رؤيته على جسدها. فأخذت نفسا عميق، فأتتني بما طلبت منها وجلست على الأرض أمامي، لوحة فنية ومتاع عيني، شيء نادر الوجود. لم تمر علي امرأة مثلها على الإطلاق، حقا أعشقها. فأخذت ربطة العنق وقلت لها: مدي إلي يداك متشابكة. فأجابت بالكلمة التي تكبل الذئب بداخلي،
حسن سيدي، فأخذت بتكبيل يداها ثم عدت إلى الخلف لأريح ظهري أنظر إليها بتأمل، وكأنني أراها لأول مرة. دائما ما أشعر أنني لأول مرة أراها. كيف لك أن تبتعدي عني كل تلك الفترة؟ فنظرت لي بصمت فصمت قليلا، ثم اقتربت إليها وقلت مجددا: كيف أتتك الجرأة؟ ألم تعلمي حقا أن شيء ما حينها انتزع من صدري ولا أعلم ما هو وكيف أعيده؟ فأجابت: أنت تعلم ما حدث، وكلانا أروع حين انتزعت. فقلت: لا أرى أي مبرر واضح يريحني. فقالت: لم يكن بيدي. فقاطعتها وقلت: كل ما أتذكره هو رحيلك وشك الذي كاد أن يقتلني، كل ما كنت أتيقنه هو رحيلك لشخص آخر، ربما شك مرض وربما يقين. فقالت: كيف لك أن تظن بي ذلك الظن القبيح؟ فرجعت للخلف مجددا أتنهد وأقول: لأنني مجنون، والذي أراه معك هذا من وحي خيالي. فقالت: أعلم أنك مجنون وعاشق ذلك الجنان، لكن كيف توصلت لتلك الأفكار الساذجة؟ فقلت: جننت بك. صفعتها بقوة ومررت إبهامي على شفاها، وتخللت أصابعي في فمها ممسكا بلسانها بأطراف أصابعي: لماذا وعدتيني بما لن تستطيعي فعله؟ ربتت على ساقي: أي سأختنق؟ افلت يداك من فمي. هذه قاعدة علمتها لها: حينما تشعرين أنني سأفقد عقلي أفيقيني. وضعت وجهها بين كفوفي ونظرت في أعينها لأطمئن عليها: سيدي سيدي ستقتلني يا سيدي. لم أدرك أنني أضغط بشدة على وجهها دون شعور، فأفلت يدي وعانقتها وكأنني لأول مرة أراها. مزقت ملابسها وألقيتها على المضجع على وجهها: ما هذا؟ أنا لم أرى ذلك الشيء من قبل على أسفل ظهرك. تضاربت الأفكار في ذهني: هذا الشيء رأيته من قبل لكن ليس بها. في بضع ثواني تذكرت. فجأة اقترب مني ذلك الشيء الغريب نصفي الآخر وهمس في أذني كالوسوسة الشيطانية وقال: أتتني اليوم كعادتها لا أرى وجهها، كعادتها تزرع بداخلي ذلك الشعور الغريب الرائع كانتشاء الروح. أتتني أعلم أنها حزينة، أرى ذلك في عينيها، لا تنظر إلي كما كانت من قبل، تلك النظرة التي وكأن العالم محي من حولي وأنا مسكن عيناها. كنت غاضبا غضبا شديدا منها، فأتتني ولمست يدي فوقعت عيناي على تلك الشام الصغيرة أعلى مؤخرتها، على ذلك الجسد الذي خلق من اللؤلؤ، لكنني لازلت غاضب رغم أنني ابتسمت قليلا وأنا أتنفس الصعداء. أعلم أنها حزينة تقول لي: ما رأيك فيه؟ فقلت: تعلمين رأيي جيدا. ابتسمت على ضحكاتها التي أسمعها لأول مرة. اقتربت مني وكلما اقتربت أشعر بذلك الشعور بالبرد. بعد يوم قاسي في صحراء قاحلة مشمسة لن تذهب في مكان مرة أخرى بدوني. فقلت له: نعم أنت على الحق، تلك الشام رأيتها على المرأة التي تأتيني في أحلامي. لكن فعلت ضحكاته وهو يشعل سيجارة بجانبي. نهضت على ركبتيها على المضجع وما زال وجهي يقابل ظهرها وعيناي تحدق فيما أراه على أسفل ظهرها. جلست على ركبتيها في مكانها لم تلتف لتنظر إليه، شعرها يتدلى لأسفل وجهها تنظر بالأسفل متناهدة تنهيدك حان الموعد، وأنا قائلا: أجيبيني ما هذا؟ في تلك اللحظات وتضارب الأقوال بيني وبينه، هناك كلمات أغنية أعشقها وكأن شخص ما قام بتشغيل الكاسيت في رأسي: الرقصة الأخيرة، آه يا عذابي الجميل، لماذا نسعى ونبدأ من جديد؟ أنا لست سوى كائن بلا معنى، أنا لست سوى كائن بلا أهمية، بدونه أنا مضطربة أتجول وحيدة في المترو. رقصة أخيرة كي أنسى حزني العميق، أريد الهروب
الغروب والبدء من جديد. آه يا عذابي الجميل، وأطير بعيدا. فقالت لي: لن تسير في طريق إلا ورافقتك فيه. أتتذكر تلك الكلمات؟ نصفي الآخر ما زال يضحك ضحكات تثير غضبي وتوتري. أما هي فكانت تقول هذا وهي تنظر لي بجانب وجهها، ما زالت تعطيني ظهرها، لكن أرى شيء آخر في عينيها، شيء غير الذي اعتدت عليه كلما نظرت في عينيها، ذلك البريق الذي دائما ما يقويني ويصنع طاقات مهولة بيننا. لكن في تلك اللحظة حينما نظرت لنصف وجهها وهي تنظر إلي بجانبها، رأيت نورا ساطعا يشع من عينيها، وكأن عيناها بدلت بمصابيح. فنظرت إلى ملامحها، أصبحت مشوشة، لا أرى أي تفاصيل، عارية تماما، شعرها ازداد طولا حتى خصرها، عيناها تشع نورا يعيقني عن الرؤية. هو تعلو ضحكاته، هي تهمس وتقول: أنا لم أتركك لحظة، إن كنت من بني جنسكم كالتي وقعت في عشقها لرحلت دون أن أفكر بك، دون الرجوع مرة أخرى. ابتسمت واقتربت إلي ووضعت يداها على كتفاي، عيناها تشع ذلك النور الذي لا أستطيع أن أفتح عيناي منه. أنا ذات الرداء الأزرق. فقلت: ما ماذا؟ كيف ذا؟ وفجأة كان هناك أضواء في عيني، عيني التي لا أستطيع التحكم في فتحها، لا أستطيع الرؤية ولا الحراك، وأصوات تحوم من حولي لا أستطيع فهمها. رنين الهاتف. ألو؟ نعم، صباح الخير، هناك حجز لعملية جراحية باسمك صحيح؟ شعرت بوغزة في قلبي للحظة وقلت: نعم صحيح. حسنا، عليك أن تأتي غدا صباحا لنجري بعض الفحوصات. رغم أنني أنتظر ذلك الميعاد وبشدة، لكن لا أعلم لماذا لا أشعر بالراحة. أصوات التأوه تصيبني بالتوتر. هناك مضجعا أبيض في منتصف الغرفة، وإذا جلست على طرفه عيناي تقع على نافذة تطل على البحر. الغريب في الأمر أن زاوية رؤيتي للبحر على نفس المكان الذي طالما عشقت الجلوس فيه منعزلا. جلست على المضجع وشرد ذهني تأملا في منظر البحر، ما زالت تمطر، كأن الشتاء لا ينتهي أبدا، تلبية لرغبتي بعد مكوثي في تلك المشفى شهرا لإجراء الفحوصات اللازمة. وأعتقد أنني طيلة الشهر أجلس أمام النافذة. رأيت امرأتان يسيران ومعهن مضجعا نقال كالتابوت، وقالت إحداهن: حان الوقت، من فضلك ارتدي هذا، أعطوني ثوبا مخصص لإجراء الجراحات. فنظرت لهم في هدوء لا أشعر بالقلق ولا أشعر بتوتر، فأخذت الثوب وارتديته. الصقيع يلتحفني وبشدة. في غرفة الجراحة الجميع يرتدون الأقنعة، لا أرى سوى أعينهم التي تبتسم وتنظر لي طيلة الوقت مستلقي على ظهري، أشعر بالتجمد من الصقيع. قالت إحدى الممرضات: لا تقلق، لن نتركك. فقالت الأخرى ردا عليها محاولة لتشويش القلق الذي لا أشعر به: نعم نعم، هي لن تدعك تمشي في طريقا سوى ورفقتك. أخذا يضحكان فابتسمت لهن: حسنا، لكن حينما أخرج من هذا ستحتسان القهوة معي. فعلت ضحكاتهم وقالوا: حسنا، سنعطيك الآن شيئا لتهدأ، لا تقلق، ستكون بخير. عندما كان يقول لي الطبيب أنني سأكون بخير، شعرت بشيء يسحب قلبي من صدري. هناك ضوء يشعرني بالدوار في عيني. رأيت من زجاج الغرفة امرأة تنظر لي، عيناها لا تفارقني، ووضعت يداها على النافذة الزجاجية وأشارت إلي: أي وداعا، أنا هنا. ذات الرداء الأزرق التي لم أكن قد أطلقت عليها ذلك اللقب بعد، نظرت إليها وابتسمت ولم أشعر بشيء، وكأنني قد غرقت في نوم عميق لدقائق واستيقظت لا أستطيع الحراك. أحاول فتح عيناي ولا أستطيع، ضغط على صدري كالجبل،
أصوات كثيرة وهياج، شعرت بوغز في قدمي ولا أستطيع الحراك، كأنني سقطت سقطة قوية، وصوت يقول استمر في عمل CPR لا تتوقف، انظر هنا على الشاشة القاب به خطأ ما، فقط استمر في الضغط. أتسمعني؟ أتستطيع أن تقول اسمك؟ وأنا أحاول أن أقول أنا الشتاء. وصوت آخر يقول أيها الطبيب إنها حقنة خاطئة. فقال أي حقنة؟ فرد الآخر المخدر. الضوء يكاد أن يثقب عيناي وفي أذني أستمع لكلمات في عقلي. الرقصة الأخيرة. آه يا عذابي الجميل، لماذا نسعى ونبدأ من جديد؟ أنا لست سوى كائن بلا معنى، أنا لست سوى كائن بلا أهمية، بدونه أنا مضطربة أتجول وحيدة في المترو. رقصة أخيرة كي أنسى حزني العميق، أريد الهروب والبدء من جديد يا عذابي الجميل وأطير بعيدا. هناك عاطفة شخص ما ليست معروفة، وأنا على يقين بأنه يوجد في مكان ما عاطفة لا يعلم عنها أحد، ليس الحب الذي نعرفه ولا حتى الهيام، إنها عاطفة من نوع مختلف، هي التي كنت أشعر بها دائما تجاهها. لا يجب على الإنسان وبالتحديد الرجل أن يحب بتلك الطريقة التي تشبه روايات الخيال، فإن الرجل المحب إذا كسر كالجبال إذا رجت. على أي حال، العاطفة تلك ليست فقط للعاشقون بل تنطبق على كل شيء. من الممكن أن تشعر بها تجاه مكان ما فيه ذكرى، من الممكن أن تشعر بها تجاه شيء تمتلكه. أما عن ذات الرداء الأزرق فسأظل أحبها بطريقتي الخاصة حتى وإن نسكت منها بعض من خيالي. تلك المرأة التي تؤثر في كل شيء حولي وداخلي، لن أنساها، لن أنسى عيناها التي يملأها البريق، وشفاها التي رسمت كأوراق الشجر، عطرها دائما مصدر لإلهامي. ربما نلتقي، وربما ستظلين في الذاكرة، أو ربما أراك في المكان الذي تواجدت به الآن. الآن رحلت عن عالمكم المهلك يا عزيزتي، رحلت من قبل أن أرحل، رحلت وأنا أعيش بينكم. لا أعلم إن كنت سأستطيع أن أرى أحلاما في ذلك المكان المظلم، لكن لا أظن أن ظلمة هذا المكان أشد من ظلمة الخارج. أريدك فقط أن تعلمين أنني أحببتك حقا دون وعي ودون أن أشعر، وحتى عندما أدركت ما أفعل تشبثت في حبي ولم أشعر بالندم على الإطلاق. أما الآن فرحلت وتركتك لبني آدم، ويظل هذا الشعور بداخلي. كلما كان علي الذهاب وتركتك أشعر بأنني تركت طفلة في غابة مليئة بالسموم.